الله الرحمن الرحيم، مدرس مساعد خلود محمد حسن، قسم اتصالات في مودرن اكاديمي. هتكلم على التجربه الثانيه في ماده اللوجيك سيركتس، اسم التجربه فور بيت فول ادر. طيب الاول نعرف يعني ايه ادر. ادر يعني عمليه جمع. انا في اللوجيك عندي عمليه الجمع بنسميها ادر. عندي كام نوع من الادر؟ عندي كذا نوع من الادر. هنبدا نتكلم الاول على الهاف ادر. الهاف ادر ده بجمع 1 بيت على 1 بيت. طيب لما بجمع حتى جمع عادي بيبقى عندي الاوتبوت ايه؟ هو بيبقى عندي 2 اوتبوت، ايه هما؟ الصم والكاري، المجموع بيبقى عندي الباقي. طيب الهاف ادر عندي بجمع 2 انبوتس اللي هما الاي والبي بمديول اسمه الهاف ادر، هيبقى عندي كام اوتبوت؟ 2 اوتبوت اللي هما الصم والكاري. طيب ده ترو ستيبل بتاع الهاف ادر. عندي 2 انبوت احتمالاتهم 4 احتمالات، يا اما 0 0 يا 0 1 يا 1 0 يا 1 1. لما بجمع 0 زائد 0 بيبقى الصم ب 0 والكاري ب 0. لما هجمع 0 زائد 1 هيبقى الصم ب 1 والكاري ب 0. لما هجمع 1 زائد 0 هيبقى الصم ب 1 والكاري ب 0. طيب لما اجمع 1 زائد 1 بكام؟ ب 2. انا بجمع جمع عادي ب 2، بس انا في اللوجيك هنا مش هينفع اكتب رقم 2 لان انا شغاله على نظام الباينري سيستم. طيب هاخد رقم 2 ده احوله للباينري، فرقم 2 هيبقى 0 1. فعشان كده لما اجي اجمع 1 زائد 1 باستخدام الهاف ادر هيبقى الصم ب 0 والكاري ب 1. طيب هنطلع من الترو ستيبل ديت معادلات للصم وللكاري. معادله الصم بتساوي a بار b بار اور a b بار، او ممكن نكتبها a x اور b. طيب الكاري من الترو ستيبل معادلتها a b. طيب هنرسم الديزاين بتاع الهاف ادر ازاي؟ x اور ما بين الاي وما بين البي، يبقى انا كده الصم. لو انا حطيت اند جيت ما بين الاي وما بين البي يبقى انا عندي الكاري. فرسمت الشكل اللي قدامكم دوت، دخلت الاي والبي على اكس اور، بقى الاوتبوت بتاعي صم. نفس الاي ونفس البي على اند جيت، الاوتبوت بتاعي كاري. يبقى ده المديول بتاع الهاف ادر، دخلت له 2 انبوت واخدت 2 اوتبوت اللي هم الصم والكاري. طيب عندي نوع اخر من الادر اسمه الفول ادر. الفول ادر بعمل ايه؟ بجمع 3 بيتس همت اللي هم الاي والبي والسي اي، انا مسميهم كده، ممكن تسميهم اي اسماء تانية، لكن الاوتبوت بتاعي لازم يكون اسمه صم وكاري، ما ينفعش اغير في اسمائهم. طيب لما اجي اجمع هنا انا هجمع 3 هم بيتس، يبقى عندي كام اوتبوت؟ 2 اللي هم الصم والكاري. كتبت الترو ستيبل عندي كام احتمال؟ عندي 8 احتمالات. لما يكون عندي 3 انبوت هيبقى عندي 8 احتمالات. كتبنا الترو ستيبل بتاعهم. تعال نشوف كده اكزامبل. لو انا بجمع 0 زائد 0 زائد 0 هيبقى الصم ب 0 والكاري ب 0. لو انا بجمع 0 زائد 0 زائد 1 هيبقى الصم ب 1 والكاري ب 0. طيب ناخد اكزامبل كده من الجدول. لو انا بجمع 0 زائد 1 زائد 1 دي معناها ايه؟ معناها رقم 2. 0 زائد 1 زائد 1 برقم 2، فهنا مش هينفع اكتب 2، فعشان كده كتبت عند الصم 0 والكاري 1. نفس الكلام لو انا جيت مثلا هنا اكزامبل تاني، 1 زائد 1 زائد 0 ده رقم 2، فحطيت هنا عند الصم 0 وعند الكاري 1. طيب تعال نشوف اخر كده استيت عندنا. بجمع 1 زائد 1 زائد 1، 1 زائد 1 زائد 1 بكام؟ ب 3. طب 3 ده بالديسيمال، المفروض اكتبها بالباينري، تحولتها ايه؟ يبقى الصم ب 1 والكاري ب 1. طيب لقينا هنا ان الفول ادر عبارة عن 2 هاف ادر و اور جيت. ازاي؟ لو انا جيت هنا دخلت ال A وال B على هاف ادر هيبقى عندي صم وكاري. لو انا اخدت الصم اللي طلع ده دخلته مع الانبوت التالت اللي انا مسميها سي اي على مديول على هاف ادر تاني هيبقى عندي صم وكاري. طيب الصم اللي خارج من هنا من الهاف ادر التاني ده الصم النهائي. طيب هاخد الكاري اللي هو اللي انا مسميها سي 2 مع الكاري الاولاني، يبقى سي 1 وسي 2 على اور جيت هيطلع لي الاوتبوت النهائي بتاعي اللي هو الكاري النهائي. يبقى انا كده عملت ايه؟ ده الديزاين بتاع الفول ادر. استخدمت فيه ايه؟ استخدمت فيه 2 فول 2 هاف ادر واور جيت. طيب عندي نوع تالت برده من الادر، نوع اخر من الادر اسمه البارل ادر. البارل ادر ده بعمل فيه ايه؟ ممكن اجمع كذا بيتس مع بيتس اخرى. طيب انا عندي هنا اكزامبل واخداه ان انا بجمع 4 بيت مع 4 بيت. فلو انا عندي رقم سي مثلا A ورقم B هحولهم ل 4 بيت، فهسميهم A1 A2 A3 A4، والبي هفكها ل 4 بيت هتبقى B1 B2 B3 B4. هجمع ازاي؟ باخد اول 2 بيت هجمعهم، يبقى انا بجمع ال A1 مع ال B1 هيطلع لي صم واحد. طيب هيطلع صم وكاري، يبقى صم واحد، وبعد كده الكاري ده هجمعه مع اللي بعدها، يبقى انا عندي سي واحد و اتنين وبي اتنين، لما هجمعهم هيطلع لي صم اتنين وكاري اتنين. هاخد كاري اتنين مع اي تلاته وبي تلاته هجمعهم هيبقى عندي صم تلاته وكاري تلاته. هجمع
كاري 3 مع اي 4 وبي 4 هيبقى عندي صم 4 وكاري 4 مفيش حاجه تحته هنا فهنزله. طيب هعمل ازاي الديزاين بتاعي ده؟ لما بجمع اي 1 وبي 1 انا عندي كام بيت كده؟ بجمع بيت على بيت تانية، يبقى هستخدم اني نوع من الادر؟ هستخدم الهاف ادر. فعشان كده كتبت هنا ان ده الهاف ادر، بجمع اي 1 وبي 1 هيبقى عندي كام اوبت؟ 2 اللي هم الصم 1 والكاري 1. هاخد الكاري ده اجمعه مع البيتس اللي بعد كده، فلما جينا هنا بصينا لقيت ان انا بجمع سي 1 و A2 و B2، ففي الحاله دي محتاجه ايه المديول اللي انا هستخدمه؟ اللي هو الفول ادر. فكتبت هنا الفول ادر اللي هو عباره عن سي 1 و A2 و B2، بقى عندي 2 اوبوت اللي هم السي 2 وكاري 2. هاخد الكاري 2 بنفس الطريقه مع A3 و B3 على فول ادر، هيبقى عندي سميشن 3 وكاري 3. هاخد كاري 3 مع A4 و B4 على فول ادر، يبقى انا عندي سميشن 4 وكاري 4. طيب لو لاحظنا هنا ان انا استخدمت ايه؟ ان انا كاتبه هنا ان في هاف ادر وفي 3 فول ادر. طيب هي اسم التجربه ايه اصلا؟ اسم التجربه فور بيت فول ادر. طب ليه هم كلهم فول ادر؟ علشان الاي سي اللي احنا هنشتغل عليها وهنوصل عليها اللي هي رقمها 74283 عندي بيت زياده اسمها السي نود. طيب ايه هي السي نود ديت؟ سي نود دي عباره عن انبوت اكسترنال. لو انا عندي ناتج من عمليه حسابيه قبل كده عايزه اجمعه معايا فبوصل السي نود، لو انا ما عنديش هحط السي نود بزيرو. طيب في الحاله دي لو انا بجمع السي نود مع اي 1 وبي 1 فمش هينفع اكتبها هاف ادر، ففي الحاله دي هتبقى اسمها فول ادر. وعندي هنا كده السي نود، ومن هنا بقول ان التجربه اسمها فور بيت فول ادر، بقى كلهم فول ادر. طيب هنشتغل ازاي؟ هناخد كده اكزامبل، حضرتك ممكن تختار اي اكزامبل، اي اتنين اي رقمين بالديسيمال تحولهم لباينري لاربعة بيتس باينري، فانا اخترت مثلا رقم 10 ورقم 7. طيب احولهم لباينري ازاي؟ احنا عارفين ان انا عشان احول لباينري بكتب 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 اللي هي 1 2 4 8. طيب رقم 10 تحولتها لباينري ايه؟ 0 1 0 1. رقم 7 تحولتها لباينري ايه؟ 1 1 1 0. طيب لما اجي اجمع هجمع ايه؟ هجمع 0 زائد 1 هيديني ايه؟ هيديني 1 والكاري ب 0. 0 زائد 1 زائد 1 ب 2 معناها ان الصم ب 0 والكاري ب 1. 1 زائد 0 زائد 1 ب 2 معناها ان انا هحط الصم ب 0 والكاري ب 1. 1 زائد 1 زائد 0 ب 2 يبقى هحط عند الصم 0 والكاري 1، مفيش حاجه هنا تحته فهنزله. لو جينا بصينا هنا ده اللي انا هنفذه عملي، ان انا هدخل رقم 10 بالباينري ورقم 7 بالباينري، هلاقي الناتج بتاعي باينري طبعا 1 0 0 0 1. عندي كام هنا سميشن؟ عندي 4 سميشن والكاري اللي هو النهائي اللي هو السي 4. يبقى انا لما بجمع 4 بيت على 4 بيت بيبقى عندي الاوتبوت بتاعي بيبقى 5 بيت، 4 سميشن وكاري نهائي. طيب لو انت حضرتك جيت تحول الرقم ده بالباينري لديسيمال هيديلك فعلا رقم 17. تعالوا نشوف الكلام ده عملي ونشوف ازاي هنوصل. طيب دلوقتي هنتكلم على العملي بتاع التجربه الثانيه 4 بيت فول اوردر. هنتكلم ان انا عندي الاي سي اللي هي رقمها 74283، ان انا عندي 4 بيتس هجمعهم على 4 بيتس. فاحنا هنا هنوصل اول حاجه بنوصلها السبلاي، تمام؟ فانا عندي اطراف السبلاي بتاعتي ما بين رقم 8 و16، فانا عندي رقم 8 ده اللي هو الجراوند، رقم 16 اللي هو البوزيتيف في سي سي، واحنا شغالين على تي تي ال هنوصل ل 5 فولت. طيب انا هنا هاخد رقم 8 اهوت على البوزيتيف 5 والجراوند بتاعي على 16 اللي هو الجراوند بتاعي، تمام؟ بعد كده هوصل الانبوتس. طيب الانبوت هوصلها ازاي؟ انا عندي كام انبوت؟ عندي 4 انبوت اللي هم الاي 1 لغايه الاي 4. طيب هنبص هنا على الداتا شيت، عندي الاي 1 هتبقى من رقم 5، اي 2 رقم 3، اي 4 اي 3 رقم 14، اي 4 رقم 10. فهيجي هنا اخد من السويتشات بتاعتي هاخد الاي من 1 لاي 4 على الارقام اللي احنا قلناها هنا عرفتها من الداتا شيت. بعد كده هاخد هوصل الانبوت الثاني اللي هو البي اللي هو من بي 1 لبي 4، هبص على الارقام بتاعته من الداتا شيت، عندي بي 1 من رقم 6، بي 2 رقم 2، بي 3 رقم 15، بي 4 رقم 11. فهاجي هنا هستخدم اربع سويتشات تانيين اللي هم تي تي ال، اربع سويتش تانيين مختلفين هوصلهم على الاي سي. طيب بعد كده عندي كمان عندي اللي هي السي نود، سي نود دي اللي هي رقم 7، انا ما عنديش ناتج عمليه حسابيه كان قبل كده، فانا هاخد رقم 7 اللي هي السي نود اوصلها على سويتش بزيرو لان انا ما عنديش ناتج قبل كده، انا هجمعه معايا.
طيب الاوتبوت بتاعي انا عندي كام اوتبوت؟ انا عندي 5 اوتبوت اللي هم 4 سميشن والسي 4. 4 سميشن اللي هم ارقامهم فين؟ عندي هنا السميشن الاولاني اللي هو الصم الاولاني عند رقم 4، الصم الثاني عند رقم 1، سميشن رقم 3 عند رقم 13، سميشن رقم 4 عند رقم 10. هاخد الاوتبوتس بتاعي اللي هم الاربعه سميشن من الداتا هم فوق على الارقام اللي من الداتا شيت اللي انا لسه قايلاها، وعندي كمان الكاري 4 اللي هو سي 4 اللي هو الاوتبوت سي 4 من رقم 9. يبقى هاخد هنا رقم 9 على ليد كمان معايا. يبقى انا عندي هنا وصلت اربعه انبوت اللي هم من A1 لA4، وصلت اربعه انبوتس تانيين اللي هم من B1 لB4، طلع لي الاوتبوت بتاعي اللي هم الخمسه بيت اللي هم اربعه سميشن وسي 4. طيب الاكزامبل لو انا جيت بصيت كده فتحت، انا السويتشات كلها منزلاها اهيت باصفار، فما عنديش هنا اوت. حضرتك هتختار اي رقمين بالديسيمال تحولهم لباينري وهتجربهم. طيب انا هنا اخترت في الاكزامبل بتاعي اخترت رقم 10 ورقم 17، فلما جيت حولت رقم 10 من ديسيمال لباينري هيبقى عباره عن 0101، ف 0101 ده رقم 10. رقم 7 بالديسيمال هروح على السويتشات التانيين اللي هم البي، رقم 7 بالديسيمال تحولته لباينري 1110 1110. هشوف الاوتبوت بتاعي اللي هو عباره عن 4 سميشن وسي 4، فلقيت ان الاوتبوت بتاعي باينري طبعا 10001. فلو جيت تحول الرقم الباينري دوت لديسيمال هيدي لك رقم 17. حضرتك ممكن تجرب اي رقمين بالطريقه دي. شكرا لكم.